الشغل اللي قبل كده يعني، الشغل اللي انت عامله قبل ده يعني. كنت عامل شغل قبل كده طبعا، كان ممكن هو خاص شوية بالسياسة. عملت فيديوهات لإسماعيل ياسين، حاجة كانت على وزن حما زائد حما يبقوا حمتين، عملتها ضد الدول اللي بتعادي في مصر. وعملت حاجة تانية لعمر الجزاوي، كانت حاجة اسمها اتفضل غور، وكانت موجهة لكل الإعلام اللي بيحاول يهدم صورة مصر، منهم طبعا القنوات اللي بتطلع في قنوات زي قنوات تركيا وقطر وما شابه ذلك. وعملت حاجة تانية لعبد المفادي المهندس، طبعا قال لي يا غاوي 5 كرات، وعملتها بشكل تاني طبعا، كان من تأليفي كل الكلمات على نفس الطراز نفس اللحن ونفس الأداء. وكان برضو بتتكلم برضو عن برضو الدول اللي بتحاول يعني تخلي مصر فيها فتن كتير، وتخلي فيه إرهاب، أو بتساعد في